السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامج محور نقاش. محور نقاش اسم البرنامج بيدل على أن هناك نقاش، وهذا النقاش سيكون بخصوص مشكلة من المشاكل التي موجودة معنا في مجتمعنا المصري. مصر بلد كبيرة، مصر بلد المليون مواطن، أو يمكن بين أكتر من مليون مواطن. المشكلة الكبيرة اللي بتواجهها مصر الآن هي مشكلة الزيادة السكانية. إحنا بنزيد بأعداد رهيبة جدا، ولكن المشكلة في إن الزيادة السكانية دي بتتطلب مننا موارد كتيرة جدا، وعشان الموارد دي تبقى موجودة لازم نستعمل الموارد دي في مجالها، ونستعمل الموارد دي في طريقها الطبيعي. بنشوف شبكة الطرق اللي بتتعمل دلوقتي واللي اتعملت قدام عينينا كلنا، والكل شايفها، كل بيشهد بأن هناك شبكة طرق، الكل بيشهد بأن هناك مصانع جديدة بتتفتح، الكل شايف أن في مصر ثورة عمرانية كبيرة، الكل شايف أن مصر بتتقدم، وأن مصر بتحبو بخطوات كبيرة جدا نحو النمو الاقتصادي. كل ده هيكون، وكل ده هيكون موجود على أرض مصر والواقع لو إحنا قدرنا نستثمر موارد مصر البشرية ومواردها الطبيعية صح. 100 مليون مواطن كتير جدا في مصر، ولكن مع التوسعة العمرانية بتزيد الموارد. طب النهاردة في توسعة عمرانية كبيرة جدا بتكون على حساب الرقعة الزراعية وعلى الأرض، فبتقل الموارد بالنسبة للفرد، بتقل حصتك في المية، بتقل حصتك في الأكل والشرب، بتقل من كل ده، بيقل منك طول ما احنا في زيادة سكانية. ولكن لما بنقدر نقول إن الزيادة السكانية دي بتزيد بمعدل بيتماشى مع نمونا الاقتصادي، بتبقى العملية سهلة شوية. النهاردة هنناقش كل دوت ومشكلة الزيادة السكانية مع ضيفي الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحماية الاجتماعية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. دكتور، برنامجنا محور نقاش، والمشكلة اللي احنا هنتناقش فيها النهاردة مشكلة كبيرة جدا. طبعا. احنا بنزيد زيادة كبيرة، و100 مليون أو يمكن بقينا أكتر من 100 مليون قصاد المشروعات اللي هي بتقام على أرض مصر دلوقتي والكل شايفها. هل تناسب المئة مليون والزيادة، ولا احنا عاوزين مشروعات أكتر، ولا احنا عاوزين نحد من الزيادة السكانية شوية على أساس تقدر الزيادة دي تبقى مواجهة للمشروعات والموارد البشرية المتاحة حاليا في مصر؟ طبعا موضوع الزيادة السكانية في مصر موضوع مهم جدا جدا، واحنا في مصر زي ما احنا شايفين بلدنا كده كل يوم فيها تنمية وفيها استثمار وفيها بناء للمستقبل. ليه؟ الزيادة السكانية هي العائق الحقيقي أمام كل خطط التنمية اللي الدولة بتعملها. الزيادة السكانية هي اللي بتخليني كمواطن ما أشعرش بجودة الحياة وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة ليا من الدولة، لأنه طبعا الزيادة الكبيرة جدا في السكان بتحتاج خدمات تفوق الإمكانيات والموارد المالية. وبالتالي كل ما هنستطيع أن ننظم الزيادة السكانية، طبعا احنا مش هنقدر نقول للناس توقفوا عن الإنجاب، ولكن هنقدر نقول للناس احنا عايزين ننظم هذا الإنجاب، لأنه تنظيم هذا الإنجاب هينعكس عليك كمواطن وكأسرة في إنك تشعر بالمشروعات وبالاستثمارات والخدمات، كل القيمة المضافة اللي الدولة بتعملها في خدمات ومشروعات وغيره. انت كمواطن هتشعر بيها. انت النهارده كمواطن محتاج اما ابنك يروح المدرسه يبقى الفصل عدد الكثافه الطلابيه فيه قليله، وبالتالي طب ما هو عدد المدارس النهارده له وجود وعدد الطلبه بيزيد، فانت محتاج كل خدمه انت محتاجها لولادك، كل خدمه محتاجها ليك كمواطن، في سكن، في علاج، في تعليم، في صحه. فلازم تبقى عارف كويس قوي كمواطن انه الزياده السكانيه اللي فيها يعني سرعة عالية جدا زي اللي بيحصل عندنا هنا في بلدنا، طبعا بيبقى عائق كبير جدا أمام كافة خطط التنمية اللي الدولة بتعملها. طيب دكتور، لما بنشوف في العهود السابقة
وابتدت مشكلة الزيادة السكانية ما كانتش مطروحة على الساحة في مصر من سنوات. يعني لو رجعنا للعهد القديم مثلا الخمسينات وأوائل الستينات ما كانتش مشكلة الزيادة السكانية مطروحة على الساحة بالنسبة لسياسة الدولة، ولكن مع الوقت مر عصر من العصور وجاء عصر آخر، عصر الانفتاح، برضو ما كانش فيه هناك اهتمام بمشكلة الزيادة السكانية، إلى أن جئنا في هذا العصر، عصر السيد الرئيس فتاح السيسي، وابتدت تتفجر المشكلة السكانية، وابتدى هناك اهتمام كبير من الدولة لمواجهة هذه الزيادة السكانية. وأعتبر هذا مشروع قومي، مشروع القومي لتنمية الأسرة طبعا، الذي تكفل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الأسر ومواجهة هذه الزيادة السكانية. هنتكلم عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيه هي المحاور التي تتعلق بهذا المشروع، وما هي المميزات التي سيقدمها المشروع للأسرة المصرية. طبعا بص حضرتك، يعني يمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية من اليوم الأول وهو بيهتم بالبعد الإنساني جدا زائد التنمية، ومن هنا أنت كل ما بتهتم بالتنمية الحقيقية في الدولة وتنمي وتشتغل بجد، كل ما بتبدأ تدرس بعمق بالمعلومات إيه المعوقات اللي بتواجهك عشان تقدر تتخطاها وتحقق النجاح. وبالتالي كانت من المؤشرات ومن المعلومات المهمة أنه الزيادة السكانية عائق كبير أمام هذه التنمية. يمكن انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد على أهمية الأسرة. الأسرة النهاردة هي العمود الفقري لهذا المجتمع. بتهتم هذه المبادرة بتحسين نوعية الحياة للأسرة، وأن يكون هناك جودة في الخدمات المقدمة لها. ومحور مهم جدا جدا من المحاور اللي بيعالجه هذا المشروع هو زيادة وعي المواطن بالزيادة السكانية، لأنه كلما ازداد لدينا كمواطنين الوعي بموضوع الزيادة السكانية كلما استطعنا أن نكون داعمين ومساعدين للدولة في البناء والتنمية. أيضا بيتضمن هذا المحور الخاص بمكافحة الزيادة السكانية أو التصدي للزيادة السكانية توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة بشكل مكثف في الوحدات الصحية، والدفع بعدد كبير جدا من الطبيبات في المراكز والقرى والوحدات الصحية المختلفة عشان يقدموا المشورة والدعم للسيدات، عشان يبقى فيه زي ما نقول كده حراك مجتمعي كبير جدا في كل الآليات اللي بتدعم نجاحه، من الدولة ومننا كمواطنين ومن الإعلام ومن التثقيف، عشان نزيد وعي المواطن بهذه المشكلة لكي تتغير حياتنا إلى الأحسن. طيب دكتور يحيى، احنا في المشكلة السكانية بتحتاج وعي للمواطن طبعا، ورفع مستوى الوعي للمواطن حتى يعلم بمدى خطورة هذه المشكلة السكانية عليه هو طبعا، وعلى أسرته وعلى أولاده إذا كان لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة، فإنه هو بيحاول إنه هو يوفر لأولاده حياة كريمة. كيف ستوفر لأولادك حياة كريمة في ظل الزيادة السكانية الرهيبة اللي هي عمالة كل يوم والتاني بتزيد بأعداد مهولة؟ احنا ما بنقولش للناس لا ما تتجوزوش لا ما تخلفوش طبعا، لا اتجوز وخلف، ولكن هناك تقنين لهذه العلاقة، تقنين للأولاد، تقنين الخلفة. النهاردة لما يكون عندي ولد أو اتنين وأقدر أعلمهم في ظل الظروف وظل الناس بتقول في غلا، طيب في ظل الحاجات الغالية، في ظل ارتفاع مصاريف المدارس، في ظل ان الولد اللي بيولد او البنت او الطفل اللي بيولد بيحتاج مصاريف كبيرة جدا طبعا، حتى يعني يصل لدخوله الى المدرسة طبعا. فانت ازاي بقيمة دخلك اللي هو يعني على تقول دخل متوسط هتقدر عايز تدخل او ابنك في احسن المدارس، عايز تعلمه في احسن تعليم طبعا. النهاردة لو عندك واحد واتنين هتقدر تعلمهم طبعا. النهاردة لو زادوا تلاتة واربعة الموضوع هتقول لا هدخل حكومة ماشي هتدخل حكومة والدولة عاملة مدارس، ولكن هتيجي تشتكي تقول اصل المدرسة الحكومة الفصل فيه 150 واحد و100 واحد، طيب ما الدولة وفرت لك مدارس بس انت جبت اربعة وغيرك جاب اربعة وغيرك جاب اربعة وجاب خمسة،
فكل دول هيروحوا فين؟ مش هيقدروا يودوا مدارس خاصة، هيودوا حكومة. أيوة. فبالتالي انت ضغطت على موارد الدولة في طبعا. مجال التعليم، فما تطالبش التعليم يكون تعليم زي ما انت حطه في دماغك، وانت النهاردة بتحملني كدولة بكاهر رهيب جدا بان كل فصل يكون فيه 100 طالب. هو سؤال حضرتك ده هياخدنا لجزئية مهمة قوي قوي نساهم فيها في زيادة وعي الناس، وهي انه عشان الناس نزيد من وعيها بهذه القضية واهميتها، لازم نعرف كلنا ايه هي المسببات الرئيسية للزيادة السكانية. تمام. طبعا مسببات الزيادة السكانية عندنا فيها كذا محور في الحقيقة. اولا احنا عندنا ثقافة مجتمعية قديمة فيها مفهوم العزوة، وفيها مفهوم عدد الأبناء الزيادة بنتباهى به، ويمكن دي النهاردة ثقافة مجتمعية المفروض نعيد النظر فيها لأنها لا تتماشى مع العصر الحالي. أيضا في عندنا مشكلة في الثقافة الخاصة بإنجاب الذكور والرغبة الدائمة في إنجاب الذكور، فبيخلف مرة أو اتنين أو تلات بنات فيبقى عايز يستمر في الإنجاب لحين إنجاب الذكور. ايضا عندنا مشكله تانية في القرى والريف يمكن تحديدا، وهي بتتمثل في سباق السلايف في عدد الانجاب. العزوة. يعني لا هي دي خلفت اربعه انا سته دي ثمانيه انا تسعه، يعني في سباق في عدد الابناء. طبعا هذا الجانب من الثقافه المجتمعيه خطير جدا، ومحتاج مننا النهارده ان احنا نغير من هذه الثقافه عشان نقدر نتخطى هذه المعوقات. كمان في مشكلة أخرى في جانب آخر من مسببات المشكلة السكانية، وهي أنه إحنا عندنا معلومات مغلوطة كثيرة جدا صحية وطبية، ويمكن الأطباء المتخصصين في هذا الأمر يعني استفادوا في هذا الشرح، أنه في معلومات مغلوطة عن وسائل تنظيم الأسرة واستخدامها، وأنها قد تسبب أمراض أو أنها قد تسبب عقم أو. طبعا دي أمور برضو محتاجين نزيد فيها الوعي لدى الناس، لأنه هذه الأمور الطبية ليها طبعا جوانب تم شرحها باستفادة من المتخصصين، وفيها نوع من الأمان في استخدامها للمواطنين. تمام. كمان عندنا مشكلة في انت عارف حضرتك احنا بنتأثر دايما بطبيعتنا كمصريين بالمسجد والكنيسة، وبان احنا دايما محتاجين يبقى اللي احنا بنعمله في حياتنا له ارتباط بالروحانيات وبالدين وبانه متماشي مع صحيح الدين. تمام. ودي طبعا مشكلة محتاجين فيها مساعدة كبيرة جدا من المسجد والكنيسة في انه نصحح المفاهيم لدى المواطنين في انه في فرق كبير بين اني بوقف الانجاب او اني بنظم هذا الانجاب. برجع لحضرتك، ده حاجه مهمه جدا زي ما حضرتك بتقول، فعلا دور المسجد والكنيسه ودور وزاره الاوقاف، دور الازهر طبعاً. الشريف، دور الكنيسه، كل هذه الادوار بالنسبه لهؤلاء المشتركين في الوطن كله طبعاً. الكنيسه والمسجد والاوقاف والازهر طبعاً. دورهم كبير جدا في ان احنا ننمي الوعي للمواطن بان في الدين بيقول نظم طبعا انجب، ولكن هو لا يمنع تنظيم الانجاب بس بننظم الانجاب. بننظم الانجاب. يعني احنا مش بنقول لك حدد، لا نظم الانجابك. جبت ولد، جبت بعديها بكام سنه جبت ولد كمان اتنين، او يبقى معاك اتنين قدرت تعلمهم، قدرت تاكلهم، قدرت تشربهم، قدرت انت كمان هديت من المصاريف بتاعتك، هديت من التوتر بتاعك من الضغط النفسي والعصبي حتى في أسرتك انت كمان مع الأسرة لما بترجع وتلاقي وعندك ولد وبنت أو ولدين بتقدر تتعامل معاهم. من النهارده ما بتجيش تقول لك بقى بتشتكي لك من دول ده عمل ودي عملت ودي عملت التلاتة عملوا جننوني ويوي. لا بتقدر اللي انت حتى لو بتذاكر لهم انت طبعًا. بتذاكر لواحد والأم طبعًا. بتذاكر سهل. لواحد، فالعملية بتبقى سهلة وميسرة. هو هنا الأسرة حضرتك لو حطت سيناريو تخيلي كده لأبنائهم في أنه في مرحلة الطفولة أنا محتاج منه إيه؟ محتاج من أول ما يتولد لو احتاجت حضانة ألاقي له، صح؟ محتاج ألاقي له تطعيمات ضد الأمراض المختلفة، فلازم يبقى عدد الأبناء ده مناسب للإمكانيات المتاحة. تمام. بعد ما الأبناء دول هيكبروا شوية يخشوا المدرسة زي ما سيادتك ذكرت إنه محتاج لهم أماكن تعليمية يكون فيها نسبة الكثافة الطلابية مقبولة ومعقولة. هيتخرج هذا الإبن وهيخلص الجامعة هيبقى عايز يشتغل، فأنا عايز له فرصة عمل، وبالتالي فرص العمل مع الزيادة الكبيرة جدا في عدد السكان اللي بتفوق المشروعات والفرص المتاحه بتبقى مشكله. في مشكله عايز اجوزه وعايز له سكن. ده قبل كمان حضرتك يعني المشكله الكبيره جدا البطاله. طبعا. يعني انت النهارده كل ما بيبقى فيه زياده سكانيه كثيفه جدا كلما زادت البطاله.
طب البطالة طبعا النهاردة هتزيد، ده في توابع للبطالة كمان هتزيد، لو زادت البطالة طبعا زادت الجريمة. ما هو هنا بقى الدور مهم جدا في احنا يمكن شايفين الدولة المصرية دلوقتي بتزيد من الاستثمار في القطاعات الزراعية، القطاعات الصناعية بشكل كثيف جدا عشان تستوعب عدد كبير جدا من العمالة المصرية، علشان يبقى في عندنا ما يطلق عليه فرص لتوليد الدخل واستدامة الدخل لدى المواطن، ويبقى عندنا فرص عمل تستوعب عدد السكان. ومهم بقى ان السكان تساعد الدولة في هذه السياسة في انها تنظم الانجاب عشان نقدر نحقق بقى المعادلة اللي احنا عايزين نوصل لها، في انه يبقى عندنا فرص العمل متاحة لعدد الناس، العائد والقيمة المضافة لنا كمواطنين من الدخل مقبول، نقدر نستمتع بجودة الحياة وجودة الخدمات، لأنه الزيادة السكانية بتزيل تماما أي نوع من أنواع جودة الحياة، وبتعيق تماما أي نوع من أنواع التنمية، وبالتالي ده بينعكس علينا سلبا. عشان كده احنا عايزين دايما نبقى حاطين القضية الخاصة بالزيادة السكانية دي قدام عينينا، قدام عينين الناس، علشان يبقوا دايما عارفين أنه أنا عشان أطور حياتي وخلي حياتي أنا وأسرتي ومجتمعي بشكل لائق وكريم، لازم يبقى عندي الوعي بأهمية تنظيم عدد أبناء الأسرة. طيب هاخد من كلام حضرتك تنظيم عدد أبناء الأسرة، هو ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله بعد الفاصل، وهيكون معنا تنضم إلينا الدكتورة فيروز أستاذ الأمراض النساء والتوليد، عشان تكلمنا على حاجة أنت اتكلمت عليها، ضعف الوعي بوسائل منع الحمل فعلا. ووسائل يعني الناس كان عندها أفكار مغلوطة بالنسبة لوسائل منع الحمل تمام. فالدكتورة هتجاوبنا إن شاء الله، هتكون ضيفتنا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل، وهنكون معاكم إن شاء الله بعد الفاصل، وهتكون تنضم إلينا دكتورة فيروز أستاذ النساء والتوليد، على أساس نسألها في مشكلة الزيادة السكانية وعلاقة الإنجاب بمشكلة الزيادة السكانية. فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي المشاهدين، خليكم معنا، أو تروحوا في أي حتة، وبرنامج محور نقاش. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبرنامجنا محور نقاش، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع الدكتور يحيى هاشم عن المشكلة السكانية وأسباب هذه المشكلة، وتطرقنا إلى نقطة كبيرة قوي، وهي ضعف الوازع الطبي بالنسبة لكثير جدا من المواطنين، وإن هم بيشوفوا إن كثرة الإنجاب هي بالنسبة لهم دي هي العزوة، كثرة الإنجاب هي دي يعني الحياة بالنسبة لهم في كثرة الإنجاب، إن كثير جدا من بعض المحافظات بيركز قوي على انه يكون عنده ولد واثنين وثلاثه، لو جاب بنات يقول لا انا عايز ذكور. حته وسائل منع الحمل وتنظيم النسل كان ضعفه الوازع بالنسبه لكثير جدا من المواطنين، ما عندهمش وعي كافي بهذه المعلومه، وكانوا بيقولوا ان الحاجات دي حرام، والحاجات ديت لا، الحاجات دي كانت زمان لا ما ناخدهاش، بتسبب امراض كده كده، كل الحاجات دي كانت هواجس كثيره جدا كانت للمواطن. ولكن مع تقدم الطب وهناك نتائج طبية مذهلة لهذه الوسائل، ورأي الدين ورأي الشرع، كل ده نظم هذه العلاقة، ونظم أن هناك ممكن يكون هناك تنظيم للنسل يساعد على حل المشكلة السكانية. عشان نعرف موضوع تنظيم النسل بيسعدني بيشرفني تكون انضمت إلينا الدكتورة فيروز سليم، استشاري النساء والتوليد والعقم. أهلا بك يا دكتور. أهلا. دكتورة، قبل الفاصل احنا كنا بنتكلم عن المشكلة السكانية، وبنتكلم عن وسائل تنظيم الأسرة، وأن هناك كان بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة كانت هناك مخاوف من المواطنين في أن هم يتناولوا هذه الوسائل من تنظيم الأسرة. بما أن حضرتك طبيبة وأستاذة استشاري في النساء والتوليد والعقم، هتكلمينا وتقولينا وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة ما لها وما عليها، تفضل. أولا، هي وسائل تنظيم الأسرة في منها أنواع كتيرة جدا، كل وسيلة بتناسب حد معين، مش لازم أن أنا أولا في ناس بتروح تاخد حاجات مع نفسها، وفي ناس بتخاف زي مثلا الأقراص أو الحقن الهرمونات بيخافوا يستخدموها، بيقولك أصل هي بتجيب أورام. الموضوع مش كده خالص، المفروض أن احنا أي حاجة هناخدها لازم باستشارة طبيب،
لازم اعمل فحص، الكلام ده كله متاح بالمجان حتى في وسائل تنظيم الاسره، هي مش لازم تروح تدفع فلوس علشان خاطر تطمن او تشوف الوسيله المناسبه ليها. يعني قصه ان الاقراص بتجيب اورام وكلام من ده، الكلام ده مش مظبوط خالص. هي كل الحكايه ان احنا في بعض الحالات اللي عندهم تاريخ مرضي في العيله لأي أورام مش مستحب ليهم الوسيلة دي، بس مش معنى كده إن ما فيش وسائل تانية، في وسائل تانية تناسبهم. فلازم كل حد بيستشير الطبيب بتاعه يشوف الوسيلة المناسبة إيه بالنسبة له. يعني هو بيشوف يعني دي بترجع للطبيب طبعا، والمريض مع الطبيب، أو اللي هو بيسأل مع بالزبط. الطبيب هو اللي بيدله على الوسيلة اللي تناسب الأسرة بالزبط. طب بالنسبة لحتة إن في بعض القرى ومحافظات غالبية اللي بتبقى في الصعيد أو بعيد شوية، بيبقى موضوع الولد، أنا عاوز أجيب ولد. ده مش في الصعيد بس، ده هنا هنا في كل حتة، ولكن في يعني منتشر جدا إن الراجل حتة عاوز لو عنده بنات يقول لك لا أنا عايز أجيب ولد، فبتلاقي الزوجة جابت أنجبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة على أساس إن هي يعني تنجب له الولد. صحيح. ولكن عايزين نوضح للمشاهد معلومة مهمة جدا، هل إنجاب الولد أو البنت يرجع للمرأة أم للرجل؟ للرجل طبعا. لأن الرجل هو اللي بيحمل الكروموزوم الواي. البويضة عبارة عن كروموزوم إكس وإكس، الرجل إكس واي، الواي ده عند الرجل مش عند الست. وهو اللي بيتحكم برضه مش بمزاجه، دي إرادة ربنا، ما فيش أي حد يقدر يتحكم فيها يعني. هي المشكله كمان ان في الصعيد وفي الكره والحاجات دي بيستخدموا ان هم يبقى عندهم ولاد كتير عشان يستغلوهم ان هم يشتغلوا ويعملوا يساعدوهم في حياتهم يعني. وطبعا يعني المفروض ان هم يجيبوا عدد قليل، يعرفوا يربوه كويس، يعلموه كويس، مش مجرد ان انا بجيب عيال وارميها كده وخلاص يعني. تمام. لكن الست ملهاش دور انها تجيب ولد ولا بنت. وبعدين بييجوا يسالوا اسئله كتير قوي، ان هل في حاجه معينه اقدر اعملها علشان اجيب ولد او اجيب بنت؟ في دراسات كتيره جدا اتعملت، ومنها الدراسه الصينيه كده معروفه ومشهوره قوي موجوده على الانترنت، انا شخصيا مش مقتنعه بيها بصراحه. لو حتى حد جربها جابت نتيجه معاه، انا برضو اعتقادي الشخصي انها صدفه مش اكتر. دي دراسة بتقول إن هي في شهور معينة بيحصل فيها الجماع، إن هي يجيب ولد، في أكلات معينة، في نوع معين من المطهرات لما تستخدمه بيخلي الوسط في المهبل القلوي، فبيخلي الكروموزوم أكتر نشط اللي هو الحامل للواي كروموزوم. يعني في حاجات كتيرة، بس كلها مجرد اجتهادات وأبحاث، لكن إرادة ربنا هي في الأول في الآخر هي اللي بتكون يعني. طيب هنرجع للدكتور يحيى هاشم ونرجع لحضرتك تاني. دكتور يحيى، طبعا عرفنا ان من كلام دكتورة فيروز ان الموضوع زي ما انت كنت بتقول، هناك في بعض المناطق وبعض المحافظات ان الراجل عاوز يبقى عنده ولد واثنين وثلاثة على اساس، وهي بينت ان الموضوع دوت لا مش بايد الست عموما يعني، ولكن هو الموضوع للرجل هو اللي بيحمل الموضوع دوت الى جانب اخر وهي ارادة الله سبحانه وتعالى. طيب احنا بنتكلم في العلاج للمشكلة السكانية. النهاردة اتكلمنا عن الوعي وضرورة أن يكون هناك وعي بالنسبة للمواطن، دور المجتمعات المدنية ودور المنظمات المدنية ودوركم بقى، معلش بقى هسألك أنت كمان بما أنك رجل اجتماع وأستاذ اجتماع، دور علماء الاجتماع ودكاترة الاجتماع وأساتذة الاجتماع عليهم دور كبير جدا في ان هم يوضحوا ويبينوا من خلال ندوات تثقيفية، من خلال حملات ترويجية، من خلال ان هم يبينوا للناس المشكلات التي سيقع فيها من خطر الزيادة السكانية. طبعا بص حضرتك، في الجزء الخاص بعلماء الاجتماع هم طبعا يستطيعوا ان يصيغوا صورة ذهنية سليمة لدى المواطن عن أهمية إدراكه ووعيه بمشكلة الزيادة السكانية اللي هي هتنقص من جودة الحياة وجودة الخدمات المقدمة، عشان تقدر تصنع رأي عام مجتمعي كبير يؤيد فكرة الحد من الزيادة السكانية. طبعا المنظمات المختلفة
المجتمع المدني زي ما حضرتك ذكرت، وهي منظمات منتشره في مصر كلها وعندها القدره على النفاذ لقواعد المجتمع في كافه القرى والنجوع. يمكن احنا النهارده عندنا في مصر ما فيش قريه تقريبا ما فيهاش جمعيه واثنين وثلاثه او منظمه مجتمع مدني واثنين وثلاثه. بس هو هتختلف بقى هنا في طبيعه المعالجه الخاصه بكل منظمه مجتمع مدني وفقا للثقافه المجتمعيه الموجوده في هذا المجتمع. يعني لو هذه الجمعيه في القرى الريفيه غير وجه قبلي، غير المناطق البدويه، غير المناطق الساحليه وهكذا. يعني كل جمعيه او كل منظمه مجتمع مدني طبيعي انها بتضع في اهدافها وفي استراتيجيتها في التنفيذ الاليات اللي تناسب الثقافه المجتمعيه الموجوده عشان تقدر تحقق نتيجه. لانه طبعا النهارده منظمات المجتمع المدني لها دور كبير جدا في زياده الوعي، وليها دور كبير ايضا انها تساهم مع وزاره الصحه في تقديم وتسهيل الخدمات الموجوده في مراكز المراكز الطبيه والصحيه المختلفه علشان تقدر توصل للناس بسهوله، تقدر تقنع الناس بالذهاب الى الوحده الصحيه اصلا عشان تاخد النصيحه الطبيه السليمه، تقدر تردد في المجتمع النصائح الطبيه زي ما الدكتوره قالت كده انه المعلومات المغلوطه حول وسائل تنظيم الاسره، السيده هتسمعها من الدكتوره في الوحده الصحيه، بس بطبيعه الثقافه المجتمعيه هي محتاجه تسمعها بتردد في المجتمع، فممكن منظمات المجتمع المدني هنا مع المتخصصين في اللقاءات التثقيفيه المتعدده تبقى دايما النقطه دي قدامهم، بحيث يبقى دايما في المجتمع صوره ذهنيه سليمه عن وسائل تنظيم الاسره واستخداماتها، وفي دايما زياده في وعي الناس باهميه انه تنظيم الاسره ده هو تنظيم للحياه كلها، وان هم يعني اول المستفيدين بالعائد اللي هيرجع على الدوله من تنظيم الاسره. تمام. طب فاصل قصير ونرجع لحضراتكم تاني. اوكي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل، خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته وبرنامجكم بحوار نقاش. شكرا لكم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج محور نقاش، وبيشرفني يكون معايا الدكتور يحيى هاشم استاذ علم الاجتماع والدكتوره فيروز سليم استشاري النساء والتوليد. هروح لدكتوره فيروز واسالها عن حديث الزواج. تمام. بيجي الزوج والزوجه لسه حديث الزواج، ومن اول شهر اتنين تلاته يبتدوا عايزين ينجبوا، بيبتدوا يروحوا للدكتوره او الدكتور طبيب النساء ويقولوا له احنا الانجاب اتاخر، بقالنا شهرين ثلاثه والانجاب اتاخر. امتى الزوج والزوجه حديثي الزواج يفكر يروح الى طبيب النساء او طبيبه النساء؟ هي المشكله مش بس فيهم هما الاثنين، المشكله في اللي حوالين الاثنين دول. مشكله في الام، امه وامها، واول ما تتجوز ايه ده لسه مفيش حمل، بيعملوا توتر وبيتعبوا اعصاب الناس وبيتعبوا اعصابهم وبيبوظوا لهم حياتهم بشكل مرعب. المفروض احنا الكتاب بيقول ان انا ما اعملش اي حاجه قبل سنه حياه زوجيه سليمه طبيعيه ما فيهاش اي حاجه خالص. طبعا بالنسبه لنا احنا ما بتبقاش سنه خالص. ده من اول شهر بيجوا زيارة. أنا ما عنديش مشكلة إن إحنا نعمل زيارة، نعمل تشيك على نفسنا واخد اطمئنان إن أنا ما عنديش مشكلة وزوجتي ما عندهاش مشكلة، بالرغم إن إحنا المفروض إن ده بنعمله حتى من قبل الزواج. قبل الزواج المفروض إن الزوج يعني هو قبل ما يتجوز وهي بيعملوا تحاليل ويطمنوا على نفسهم إن ما فيش مشكلة، بحيث إن إحنا نقعد وقتنا ناخد وقتنا لحد ما يحصل حمل بشكل طبيعي. لو إحنا ما عملناش الخطوة دي قبل الزواج ممكن نعملها بعد الزواج شهر اتنين تلاتة، مش هتفرق. المهم ان انا اتاكد ان انا ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله بقى خلاص ما اقعدش بقى ادور على منشط. انا بيجي لي ناس بتاخد منشطات من دماغها، وده حاجه خطر جدا جدا جدا، ممكن تعمل مشاكل كتيره ومن غير اي متابعه من غير اي حاجه. فالكلام ده طبعا مش مظبوط. احنا بنسيب نفسنا على اقل حاجه يعني 3 شهور حتى وابتدي اشوف. 6 شهور مش هيحصل حاجه، لو سيبنا نفسنا هيحصل حمل لوحده. تمام. نيجي بقى امتى ان انا اعمل ابحاثنا وكده زي ما قلنا في التوقيت ده. طيب هما في ناس بتيجي عامله بلان لنفسها
ان هي لا هي عايزه تاخر الحمل شويه علشان عندهم مثلا متطلبات معينه، كانوا داخلين من جواز وجهاز ومصاريف وكده، فبيطلبوا ان هم نزيل هدنه شويه وانا بحترم جدا الكلام ده، ممكن نعمله بشكل طبيعي، بس الاول نطمن ان احنا ما عندناش مشكله عشان ما بقاش انا قاعده وقت وعندي مشكله واجي ابتدي ادور بعد كده ناخد وقت اطول. فدي اول نقطه احنا بنعمل الفحص ده في بدايه الجواز. طب هناخد المكالمه ونرجع لحضرتك. بيشرفني يكون معانا فضيله الشيخ محمد السميري البنا من علماء الازهر الشريف عشان ناخد رايه برضو في موضوع الانجاب والزياده السكانيه، موضوع مهم جدا. بيشرفني يكون معايا فضيله الشيخ محمد سمير البنا. فضيله الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك يا استاذ هاني ومرحبا بضيوفك الكرام. ربنا يخليك. فضيله الشيخ محمد، كنت معانا اكيد سمعنا في بدايه الحلقه وان احنا بنتكلم عن نشر الوعي بالنسبه للازهر والاوقاف والكنيسه، بان مشكلتنا كبيره جدا في الزياده السكانيه الرهيبه اللي عماله تزيد يوم ورا يوم، وهناك البعض من الناس بيقول لا احنا نسيبها ومحدش يعمل تحديد تنظيم ولا حاجه، ولكن انا عايز يبقى عندي ولد واثنين وثلاثه واربعه. راي الدين بقى في الموضوع ده ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بدايه الاولاد نعمه من الله عز وجل، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. اذا انت يا من رزقت بالاولاد قد انعم الله عليك بنعمه، فوجب عليك أن تحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. والله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والصحابة يقولون كنا على عهد النبي نعزل والقرآن ينزل. إذا هناك تنظيم للنفس، ووجب علي انا كأب او كأم ان نراعي ان يكون عندنا اولاد نستطيع ان ننفق عليهم، نستطيع ان نعلمهم تعليما يكونون يعني اصحاب فائده على اسرهم وعلى مجتمعهم وعلى دولتهم وعلى امتهم، لا يكونوا عاله على امتهم او عاله على دولتهم. فواجب علينا ان نتعلم من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يكون له حفيد سيدنا الحسن او الحسين ويقطع النبي خطبته وينزل ويضم سيدنا الحسن والحسين الى صدره ويشمهما ويقول انما اموالكم واولادكم فتنه، ويعتني النبي صلى الله عليه وسلم بمشاكل الاطفال ويبين لنا باننا وجب علينا ان نعتني بالاطفال لانهم هم نواه المجتمع وهم نواه هذه الامه، فوجب علينا الا نكثر من النسل والا نكثر من كثره الاولاد دون فائده، يعني انا راي دخلي مثلا على قدر المستطاع، ثم بعد ذلك انجب خمسه اولاد سته اولاد ويكون عاله، ولا حول ولا قوه الا بالله، عندها تعلم انك ستعيش ما بين الستين والسبعين، اعمار امتي ما بين الستين والسبعين، قل انك ستعيش 100 سنه، ثم بعد ذلك ستاتي امام الله ويتعلق الاولاد في عنقك وفي رقبتك، ويقولون يا رب هذا ظلمنا، هذا لم يعلمنا، هذا لم يؤدبنا، هذا لم ينفق علينا، هذا تزوج الواحده والاثنين والثلاثه وانجب الاولاد ولم يهتم بالتربيه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام. حتى ان سيدنا الفاروق عمر، يعني حتى لو قيل عليك انت وضيافك الكرام، سيدنا الفاروق عمر عندما ياتيه رجل فيقول اشتكي عقوق ولدي، فجاء الفاروق عمر بهذا الولد ثم أراد أن يعنوه بالدرة، وقال لما عققت أباك؟ قال ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار الزوجة، أن يحسن اختيار الاسم، أن يحفظك من القرآن. قال والله لم يفعل أبي معي هذا، إنما اختار أما زنجية وأبي سماني جعلا وهي أنثى الخنفساء، وأبي لم يحفظني شيئا من القرآن. فإياك أن تضيع أولادك، واعلم أنك مسؤول أمام الله، كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته أمام الله، فاتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في دولتكم. فضيلة الشيخ محمد، سؤال أخير بس قبل ما أختم معاك، أنت أشرت لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعزلون، يعني كان هناك عزل والقرآن ينزل، وكان هناك عزل من الصحابة، هل هذا العزل كان وسيلة من وسائل منع الحمل في هذا التوقيت؟ يعني هل ده كان وسيلة من الوسائل؟ إذا وسائل منع الحمل التي نراها الآن هل تعتبر نوع من أنواع العزل؟ فعلا صدق من سماك مستشار الإعلام العربي. طيب يعني سبحان الملك، كانت وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، كانت وسيلة من وسائل منع الحمل، كانوا يقذفون خارج الرحم، فكانت هذه وسيلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصريح من صحابة رسول الله وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحمل نفسك ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفانا أطفالا في الشوارع، نحن نحتاج إلى بناه لهذه الأمة، نحتاج إلى علماء في كل المجالات، علماء في الدين، علماء في الطب، علماء في الهندسة، علماء في شتى المجالات، لكي نرتقي ولكي تكون هذه الأمة في الذروة بين الأمم. وأسأل الله أن يوفقك وأن يبارك لك في أضيافك الكرام، الله يخليك، وأن يحسن ما بين يديك، وأن يسقيك كله شكرا ليك. هاني فرمان، شكرا ليك فضل الشيخ محمد حسين البنا، شكرا ليك حضرتك، وإن شاء الله تبقى معنا قريبا يا محمد سمير البنا، وإن شاء الله تبقى قريبا معنا بإذن الله. هرجع لحضراتكم الدكتور يحيى هاشم وأقول لحضرتك المحاور الرئيسية لمشروع القومي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الزيادة السكانية طبعا. في عجالة تقول لي المحاور بقى. بص حضرتك، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بيشمل محور مهم خاص بزيادة وعي المجتمع بمشكلة الزيادة السكانية ومسبباتها، ودعم القطاع الطبي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة في كافة الوحدات الصحية، والدفع بعدد كبير جدا من الطبيبات في الوحدات الصحية المختلفة عشان تقدر تخدم هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة، لأنه الزيادة السكانية والأسرة طبعا دول ارتباط رئيسي كبير جدا، وإذا كنا عايزين نحسن من نوعية حياة الأسرة المصرية، وعايزين نحقق حياة كريمة للمواطن، وعايزين المواطن يشعر بمردود الخدمات والقيمة المضافة اللي الدولة بتعملها النهاردة في كافة المشروعات، يبقى لازم يبقى عندنا وعي مجتمعي كبير جدا بقضية الزيادة السكانية. عشان كده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا في الحقيقة بنحييه على هذا الأمر، إنه دايما بيضع في هتلاقي حضرتك كل المشروعات القومية اللي بتتم في مصر الجانب الإنساني والاهتمام بالبشر والاهتمام بالاستثمار في البشر وتنمية البشر هو محور رئيسي استراتيجي مربوط بجودة الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير الحياة الكريمة. تمام، هروح لديكي لحضرتك دكتورة فيروز وأقول لحضرتك، عندما تأتي إليك امرأة وأنجبت عدة مرات، ثلاث أربع خمس مرات، متى تقولي لها كفي عن الإنجاب؟ هو يعني في أسباب كتيرة جدا. أول حاجة، المرأة لما بتبقى حامل في أول بيبي غير في التاني غير في التالت، لأن كل ده بيبقى على حساب جسمها، على حساب عظمها، على حساب كل حاجة عندها. تمام، لما بتكون المرأة معاها طفل واتنين، كتير قوي يعني بقت ظاهرة كتير على المستوى ناس متعلمة وناس مثقفة وكده، بيبقوا عايزين لحد أربعة وخمس أولاد. مش عارفة يعني، أنا نفسي ببقى مذهولة يعني، أنا بقعد طبعا بنصحهم وأقول لهم إن ده كده غلط على صحتكم، لأن تكرار الحمل بيسبب مشاكل صحية كتير. لما هي تبقى بصحتها هتعرف حتى تربي ولادها وتعيشهم في مستوى تعليمي كويس، مستوى صحي كويس. في بعض الناس كمان عندهم بالفعل مشاكل صحية، يعني حد عنده مشاكل في القلب، ضغط، سكر، وبتلاقيهم مصرين يجيبوا أولاد كتير عشان برضو يا إما عايزة الولد يا إما عايزة العزوة. فده برضو ده شيء مش صح خالص. المفروض إن هي يعني طفلين كويس قوي، بكتير قوي ثلاثة، بس أكتر من كده بصراحة كتير يعني. طيب حضرتك، بالنسبة لما أول ما بيبتدي الزوجة
وبيبقى اول انجاب ليها واول حمل ليها، بتبقى متعطشه جدا وبتبقى فرحانه جدا ان هي اول حمل ليها، وعايزه تحافظ على الحمل بشتى الطرق، وعايزه تنجب يعني تحمل النهارده تولد بكره. فاول ما بتيجي تعرف ان هي بقت حامل ولسه حديث الزواج وابتدت راحت لحضرتك، ايه النصايح اللي بتبتدي تديها نصيحه لكل حامل في الشهور الاولى من حملها؟ اول حاجه لازم الاهتمام بالغذاء السليم، لان انا لما بكون بتغذى كويس وصحتي كويسه بجيب طفل سليم وما عندوش مشاكل صحيه. لازم ابعد عن الاكل اللي فيه مواد حافظه، الاكل اللي فيه هرمونات، البيبسي والحاجات اللي فيها صودا لانها بتمنع امتصاص الكالسيوم. ناكل فاكهه وخضار وسلطه، يعني الاهتمام الاساسي بالاكل. تاني حاجة المفروض ان احنا يعني من الناحية الصحية طبعا لازم متابعة الحمل مهمة قوي، علشان لو عندها اي مشاكل بنعمل تحليلات، لو في اي مشكلة بنتعامل معاها وبس. يعني بتديها الحاجات اللي هي لازم تمشي عليها، الغذاء التام في اول الحمل، المواظبه على الغذاء، تحافظ على نفسها كويس جدا عشان يتم الحمل. لازم تاخد منتجات قلبين، لازم تاكل اكل فيه فيتامينز وحاجات زي كده، لان احنا ما ينفعش حتى ان انا مش بدي فيتامينز من اول 3 شهور. تمام. يعني ده بيعتمد عليها هي شخصيا في اكلها يعني. انا الوقت داهمنا والموضوع مهم جدا، وموضوع يشد كل واحد بيشوفنا دلوقتي وبيسمعنا، مشكله كبيره جدا، المشكله السكانيه. الدكتور يحيى هاشم تطرق ليها وقال بعض الحاجات اللي ممكن من خلالها نشر الوعي الديني ونشر الوعي في شتى المجالات، على اساس ان احنا نحافظ ونحد من ظاهره هذه المشكله. احنا محتاجين الاعلام كمان يتدخل. فيروز بتتكلم على دور الاعلام مهم جدا، مهم في ان جداً هو يساعد في نشر الوعي وعدم يعني الاباحيه في الزياده السكانيه. يعني نخلي الموضوع نديهم وعي ان احنا واحد او اثنين او ثلاثه. في زمان كانت برامج معروفه قوي جدا، كانت بتنزل ست كريمه لحد دلوقتي ناس حافظاها يعني ان شاء الله. وفي حلول كثيره برضه خارج الصندوق نقدر نطبقها عشان نحد من الزياده السكانيه. ان شاء الله هنحاول في الحلقه القادمه ان شاء الله نحاول نجيب الحلول دي للساده المشاهدين ونتكلم فيها. بشكر دكتور يحيى هاشم استاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحياه الاجتماعيه، بشكر دكتوره فيروز سليم استشاري نساء والتوليد، ويا رب ان شاء الله تكونوا معنا اكيد في حلقات اخرى باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، لا يسعني في هذه الحلقه ان نتقدم بالشكر للدكتوره فيروز سليم استشاري نساء والتوليد والعقم، والدكتور يحيى هاشم استاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحمايه الاجتماعيه. يا رب ان شاء الله تكون حلقه النهارده عجبتكم، اتكلمنا عن مشكله الزياده السكانيه وان شاء الله يبقى ليها حلول، وان شاء الله نشوف مصر بلدنا في ابهى صورها ان شاء الله، وباذن الله كل فرد في هذه الامه وهذه الدوله يتمتع بحقوقه ويتمتع بموارد مصر ان شاء الله، ونعيش حياه كريمه باذن الله. على امل ووعد ان نتجدد معكم اللقاء في حلقات اخرى وبرنامج